السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا رابع؟ اليوم إن شاء الله راح نشرح درس القوة. القوة هي عبارة عن مؤثر يعمل على تحريك الأجسام الساكنة أو تغيير سرعتها أو تغيير اتجاهها. نشاهد الفيديو معا. نلاحظ يا رابع أن الكرة ثابتة على الأرض في حالة سكون وتسمى جسم ساكن، والطفل بمثابة قوة قام بتغيير حالة الكرة من ساكنة إلى متحركة. نستنتج أن الجسم الساكن يبقى ساكن ما لم تؤثر فيه قوة، أما الجسم المتحرك يبقى متحرك وبسرعة ثابتة وفي خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة تعمل على تغيير مقدار سرعته أو اتجاهه، كما في الحالة ألف. نلاحظ أن الكرة إذا أثرنا عليها بقوة باتجاه حركتها أن سرعتها تزداد أو تغير من اتجاهها، أما إذا أثرنا بقوة عكس اتجاه حركتها أن سرعتها تقل أو قد تتوقف. وضعها على مستوى مائل ولنلاحظ جميعا ما سيحدث. ما هذا؟ إن سرعتها تزداد. حسناً، والآن لنضع مستوى مائلا آخر مقابلا لهذا المستوى المائل ونجعل الكرة تصعد ولنلاحظ ما سيحدث. إن سرعتها تقل. هذا صحيح. أستنتج من ذلك أنه عند نزول الكرة للتحرك على مستوى أفقي فلن تقل سرعتها ولا تزداد، بل ستظل تتحرك بنفس السرعة التي نزلت بها من المستوى المائل. نعم، وهذا يعني أنه يجب أن لا تظل القوة مؤثرة على الجسم حتى يتحرك، بل إن الجسم سرعته تزداد إذا كان يتحرك في اتجاه القوة المؤثرة وتقل سرعته إذا تحرك عكس اتجاه القوة المؤثرة. وبالطبع إذا تحرك الجسم ولم تؤثر عليه قوة فإنه يظل متحركا في خط مستقيم الجسم فإن سرعته تقل. أنواع القوة: قوة دفع وقوة سحب. نشاهد الفيديو. فهي لكي تتحرك فإما أن ترجع الأحصنة للخلف فتؤثر عليها بقوة دفع، وإما أن تتحرك للأمام فتؤثر عليها بقوة سحب. معنى هذا أن القوة إما دفع وإما سحب. نعم، ولذلك فحالة جميع الأجسام هي السكون حتى تؤثر عليها قوة. وبالطبع إذا توقفت القوة المؤثرة على العربة عن التأثير عليها فستتوقف عن الحركة. نعم، فالجسم كي يظل متحركا لابد أن تظل القوة مؤثرة عليه طوال الحركة. وهل للعالم غاليليو رأي آخر؟